اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من كشك الصحافه، نبداها بالعناوين. من المواقع المحليه: البطاله والفقر والغلاء هموم تثقل كاهل اليمنيين في رمضان. المعاشيق قصر لثري فرنسي في عدن اصبح مقرا رئاسيا. ومن أخبارنا المنوعة: نغبة منبه صباحية تساعدك على الشعور بمزيد من اليقظة. أهلا بكم من جديد. للعام السابع على التوالي يستقبل اليمنيون شهر رمضان في ظل أزمات مركبة، لا سيما مع الظروف الاقتصادية المتدهورة التي يكابدونها واستمرار الحرب وانقطاع المرتبات وأيضا جائحة الوباء العالمي كوفيد-19. اعتاد اليمنيون لسبعة أعوام كما يقول موقع قناة بلقيس على استقبال شهر الصوم تحت ظرف الحرب والأزمات الخانقة، لكنهم هذا العام يستقبلونه بأزمة إضافية يبدو أنها الأشد وطأة. مع بداية شهر رمضان وجد أغلب المواطنين أنفسهم عاجزين عن شراء احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار أو ارتفاع أسعار السلع المختلفة من قبل التجار أو احتكارها. حامد علي هو عامل بالأجر اليومي يقول لبلقيس: لا أعمال لا مصدر دخل، نعيش على البركة، أنا وجيراني سواء، لم أشتري شيئا للمطبخ أو لأطفالي. علي الذي يعيل خمسة أطفال ويسكن شقة بالإيجار وسط المدينة يضيف: وضعنا المعيشي تحت الصفر، لا نملك قوت اليوم، حتى المساعدات الإنسانية توقفت، نذهب كل صباح إلى حراج العمال ونعود خائبي الوفاض. الشهر الكريم الذي كان سيجلب الفرحة إلى منازلهم ووجوه أطفالهم كما الأعوام السابقة قبل اندلاع الحرب، بات مناسبة لتذكيرهم بأوضاع بائسة أعجزت الكثيرين منهم عن شراء أبسط الاحتياجات الضرورية. برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة صرح في وقت سابق وقال أن أكثر من 20 مليون يمني لم يتمكنوا من الحصول على وجبات رمضان المفضلة هذا العام. محصلة السياسة الأمريكية المتناقضة حيال الملف اليمني ربط المسألة اليمنية بما في ذلك وقف الحرب بالمصالح السعودية والإيرانية. بشرى المقطري كتبت مقالها المنشور في موقع العربية الجديد وجاء في أجزاء منه. يحسب للإدارة الأمريكية الحالية تصدير وقف الحرب في اليمن أولوية لسياستها الخارجية، وإن كان ذلك نتيجة مقاربة خاطئة مع أهمية الحراك الدبلوماسي حيال الأزمة اليمنية. المقاربة الأمريكية الالتفافية أوجدت تعقيدات إضافية في الملف اليمني، إذ إن اعتمادها على سياسة التوازن الإقليمي مع السعودية وإيران أحدث ارتباكاً لدى الإدارة الأمريكية وأثر سلباً في فرص استئناف المسار السياسي. ففي مقابل تخفيضها الصراع مع إيران حرصت على حماية مصالحها الحيوية مع حليفها التقليدي السعودية، وذلك بطمأنتها إلى أن المسار السياسي في اليمن يدعم المسار العسكري أي استمرار الحرب بشكل آخر، بما في ذلك ضمان حق السعودية في الدفاع عن أمنها القومي من هجمات جماعة الحوثي. سياسة شد الحبل التي اعتمدتها الدبلوماسية الأمريكية ورقة ضغط على السعودية لم تدفع السعودية إلى تفضيل الخيار السلمي لحل الأزمة اليمنية، إذ إن المبادرة التي سوقتها الرياض لوقف الحرب وإن كانت نتيجة ضغوط أمريكية الهدف الرئيسي منها تفويت الفرصة على واشنطن في مباحثاتها مع طهران في ربط التفاوض حول الملف النووي بالملف اليمني، ومن ثم إخراج عدوها الإقليمي من سياق الحل السياسي في اليمن. السعودية الغارقة في مستنقع اليمن، وإن أرادت حلاً سياسياً يحفظ لها ماء الوجه ويؤمن حدودها من هجمات جماعة الحوثي، قدمت المبادرة للمناورة السياسية، إذ تدرك أن الجماعة لن تقبل بسقف المشاورات. تدرك السعودية أن حليفها الأمريكي وإن تعهد بحماية أراضيها من استهداف الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية
التي تطلقها جماعة الحوثي يومياً على منشآتها الحيوية، فإن استراتيجيته الجديدة تهدف إلى إعادة انتشار القوات الأمريكية العسكرية خارج حدودها، بما في ذلك منطقة الخليج. وفشل أمريكا في حماية حليفها السعودي على الرغم من تخفيضه الصراع مع إيران يؤكد أن الولايات المتحدة لا تملك أي ضمانات سياسية لوقف هذه الضربات، لا من إيران ولا من وكيلها في اليمن. ومن ثم ستخوض السعودية حربها في اليمن بأدوات تتناسب مع حماية مصالحها وبمعزل عن إرادة حليفها. فجماعة الحوثي قوة عسكرية ميليشياوية محلية لا دولة، ويصعب إلزامها بأي صيغة حل لا ترضي حليفها الإقليمي، فهي لا تحترم أي تعهدات أو اتفاقيات ولا تحفل بأي ضغوط أمريكية لإجبارها على الانخراط في العملية السياسية. هل تتسع لدى عدن أم نغادر؟ هذه هي المناشدة التي وجهتها مؤسسات تجارية لسلطات عدن، حيث وبحسب موقع عدن الغد إدارة مؤسسات تجارية عدة بمديرية المنصورة وجهت مناشدة للسلطات الحاكمة على رأسها عدن ومدير أمنها. وفي رسالة المؤسسات التي تحتفظ عدن الغد باسمها قال الملكون إن مؤسساتهم وخلال الفترات الأخيرة تعرضت لأعمال تعسفية عديدة، وأضافوا أن التدخلات المتعددة من قبل الأطقم الأمنية ولأسباب مختلفة باتت تؤرق عملهم، وأشاروا أيضا إلى أنه تم فرض شروط غريبة منها تركيب إجباري لزينة رمضان، وهو ما أدى إلى خسائر حقيقية في أعمالهم التي تعاني أساسا بسبب الحرب. حذرت دراسة دولية أعدتها منظمة بحثية سويسرية من أكبر خطر تلوثي بيئي سيشهده التاريخ البشري في حال حدوث انفجار ناقلة صافر الرازية قبالة سواحل محافظة الحديدة. الدراسة التي نشرها موقع المصدر أونلاين كشفت هذه الدراسة أنه في حال انفجار خزان صافر سيؤثر ذلك على سبل عيش أكثر من 1,600,000 شخص، وذلك وبحسب الدراسة من خلال الأضرار التي ستلحق بكل من الصناعات الساحلية وإغلاق المصانع والموانئ ومصايد الأسماك والموارد البحرية. وعن التأثيرات الاقتصادية لكارثة الانسكاب النفطي لخزان النفط العائم، أشارت الدراسة إلى أن أكثر من 11 مليون شخص قد يواجهون مخاطر خسائر المحاصيل والعواقب ذات الصلة، مثل العرض المحدود للأسواق وارتفاع الأسعار. وأكدت أن ساحل البحر الأحمر والدول المجاورة قد تتعرض لأخطر كارثة بيئية يمكن أن تحدث في أي يوم أو أي لحظة من آثار إنسانية واقتصادية كبيرة. لماذا يرفض العراقيون اللقاح؟ تحت هذا العنوان كتب صادق الطائي مقاله المنشور في موقع القدس العربي مضيفا: على مستوى التوصيف الإحصائي للوباء يمكننا القول إن العراق بات من أعلى دول الشرق الأوسط بالإصابات والوفيات، وعلى مستوى حملات التطعيم التي تجريها دول العالم فهناك حالة من التراخي واللاجدية من الحكومة. وزارة الصحة العراقية بمستوى خدماتها المتدني وبفسادها المستشري وقفت عاجزة أمام موجة عالية من الإصابات بالموجة الثانية من جائحة كورونا، فأعلنت اتخاذ قرار حظر التجوال ليومين في الأسبوع مع رفعه بقية أيام الأسبوع، لكن الشارع العراقي لم يلتزم بذلك حتى في يومي الحظر، فالشوارع والأسواق والمقاهي والمطاعم مكتظة مع عدم الالتزام بإجراءات الوقاية، ونتيجة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات مع عدم اكتراث العراقي الذي بات يتعامل مع الأمر على أنه قضاء وقدر. يتضح من كل ذلك أن نسبة من أخذوا اللقاح في العراق لم تصل إلى 1%، وهي نسبة ضئيلة جدا. وهنا نعود إلى السؤال: لماذا يرفض العراقيون تلقي اللقاح؟ لعبت مجموعة قنوات إعلامية ومنصات على نشر المعلومات الكاذبة ونظريات المؤامرة بشكل كبير في المجتمع، أدت إلى إصابة شريحة واسعة من العراقيين
بالاضطراب والتخوف من التطعيم، لكن بعض التحقيقات الصحفية الاستقصائية سلطت الضوء على زوايا مهمة من الرفض المجتمعي للقاح في العراق. إذ ذكر أحد الشباب ممن يحملون شهادة ماجستير في العلوم أن عدم التزامه بمستلزمات الوقاية لا يعني عدم قناعته بخطورة الفيروس، لكن الأمر وببساطة سببه اليأس التام من الحياة، إذ يقول: عشت شبابي بين الموت والانفجارات وحلم الوظيفة الحكومية. ويضيف: إن معظم الشباب العراقي مثلي تماماً، ليس لأننا شباب غير واع، بل لأننا أصبحنا نفضل الموت على العيش في العراق. قبل أن تصل قدم رجل الأعمال الفرنسي أنتوني باس إلى أعلى قمة جبل في معاشيق، كانت هنالك منارة شامخة تستخدم لإرشاد السفن، وكانت الرمز الوحيد الذي يذكر بأهمية الجبل الذي يمتد من أطراف مدينة عدن القديمة كريتر حتى وسط البحر في الميناء القديم. تحول المرتفع صحيفة الشرق الأوسط إلى سكن للثري الفرنسي الذي كسب أموالا طائلة من عمله في تجارة البن اليمني. تضيف الصحيفة: تعاقب عدد من المسؤولين على الإقامة فيه حتى تحول إلى مقر رئاسي دائم أثناء حكم علي صالح وحتى اليوم، وبات القصر يحمل نفس اسم الجبل. تشير المراجع إلى إقامة رجل الأعمال الفرنسي في عدن معظم حياته، وأسس فيها إمبراطورية تجارية، حيث بدأ حياته كعامل لدى شركة باردي، وهي دار تجارية فرنسية مقرها عدن تصدر القهوة من اليمن. ولأنه كان مفلسا اقترض المال من صهره لشراء الملابس التي تناسب المناطق الحارة وتكاليف رحلة سفره إلى عدن، ثم غادر مرسيليا على متن سفينة بخارية في إبريل من عام 1899. في عام 1902 انتهى عقد الفرنسي مع الشركة وسافر إلى مدينة الحديدة ليؤسس فيها شركة خاصة. في وقت لاحق من تلك السنة عاد إلى فرنسا، ثم تمكن من الحصول على قرض من أحد المصارف الفرنسية مكنه من تأسيس عمله الخاص في عدن. بنى أنتوني مقرا لشركته في شارع العيدروس في كريتر، ثم بنى فيلا مميزة وفريدة من نوعها على رأس جبل معاشيق التي أصبحت اليوم قصرا رئاسيا بعد إضافة عدد من المباني إلى المكان الذي تتخذه الحكومة المعترف بها دوليا مقرا لها. تسجل المرأة اليمنية حضورها الإيجابي في عالم الفن الغنائي كمؤشر واضح لبروز المرأة المثقفة القادرة على بناء المجتمع وتأسيس جذور السلام. تقول صحيفة العرب الجديد: ثم تضرب مثلا بالفنانة اليمنية الشابة فاطمة مثنى التي اكتشفت موهبتها الغنائية منذ طفولتها وعملت على صقلها من خلال الإذاعة المدرسية وإحياء الحفلات النسائية. كما كسرت فاطمة القيود الاجتماعية واستطاعت تحقيق حلمها بأن تصبح فنانة يتابعها مئات الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي. تقول فاطمة للعرب الجديد: كنت أغني في طفولتي، وعندما اكتشفت أن الفن رسالة يمكن من خلاله أن نصنع عالما يسوده السلام، تمسكت بحلمي وازداد شغفي بالفن أكثر. وتشير إلى أن العادات والتقاليد والحواجز الاجتماعية تقف عائقا أمام المرأة اليمنية، فهي ما زالت تتعرض لبعض التنمر بسبب نظرة المجتمع. تضيف فاطمة: صحيح أنني استطعت التغلب على القيود التي كانت تقف في طريقي، لكنني أجد نفسي مسؤولة عن الملايين من نساء بلادي في توعية المجتمع الذي سلب المرأة حقها في الحياة والحصول على مكانة مرموقة. وعن الحرب تقول فاطمة: فقدنا الكثير وتألمنا وتأثرت نفسيتنا، لكن ما دام الفن يحمل رسالة سنغني تحت أزيز الطائرات وفواهات المدافع والرصاص كي يحل السلام. صيرنا الرضا بالأمر الواقع منطقا ومبدأ،
بل مهربا ننصاع إلى جاذبية إيثار السلامة والالتزام بحدود المألوف والابتعاد عن مواطن الفتن. ألا في الفتن سقطوا. إحسان الفقيه كتبت مقالها المنشور في القدس العربي، ومما جاء في المقال: الأمر الواقع حجة الناس القاطعة، المفردة التي تحسم الجدل بينهم، فطالما أن سابق العهد قد أتى بأمر فلنرتضه إذن واقعا، تماما كمنطق الأولين: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. الرضا بالأمر الواقع ليس فقط غراسا استعماريا في نفوس أمتنا للقبول بما انتهت إليه خرائط المحتلين الغزاة وترك النضال من أجل التحرير على غرار القضية الفلسطينية، لكنه كذلك حالة انهزامية أنشأتها الأنظمة المستبدة في وجدان الشعوب لوأد تطلعات التغيير، والرضا بمخرجات السياسات الاستبدادية. وفي هذا المناخ يكثر الحديث عن استحسان المألوف بعبارات مثل: الذي تعرفه خير مما لا تعرفه. وفي هذا المناخ ينشط سحرة الإعلام ليرغبوا الناس في الأمر الواقع والرضا به، بتذكيرهم بالأحوال البائسة للشعوب التي تطلعت إلى التغيير ثم صارت الأطلال علامتها البارزة. وغدا مشهد الجياع وساكني الخيام الواقفين في طوابير الإغاثة مشهدها السائد، وسوف يزداد الوضع إسفافاً وتضليلاً عندما ينبري علماء السلطان ودعاته ليحدثوا الشعوب الفقيرة مسلوبة الثروات عن الرضا بما قسمه الله. ولا أدري هل كان الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب يمتدح المجتمع العربي أم ينتقص منه عندما وصفه بالثبات على النظم والرضا بالأمر الواقع الذي ليس له دافع مقابل ثروات الأوروبيين وتنازعهم الاجتماعي. إرادة التغيير في نفوس الجماهير ينبغي أن تكون هدفاً لكل صاحب قلم أو منبر وكل قادة الرأي، قبل أن تدمن الشعوب سكون الأموات وتضرب شجرة الخنوع جذورها في القلوب، ويصبح أصحابها كحال القائل: أضحت تشجعني هند فقلت لها: إن الشجاعة مقرون بها العطب. إذا كنت تريد الذهاب إلى المريخ فاستعد للموت، هذا ما قاله رئيس شركة سبيس إكس إيلون ماسك في وقت تطمح فيه البشرية إلى الهبوط على سطح المريخ. لكن الرحلة المحفوفة بالمخاطر قد تؤدي إلى العديد من الوفيات، فماذا حينها سيحدث للجثث؟ يقول موقع دي دبليو: مع سعي وكالات الفضاء إلى إرسال أول مهمة مأهولة إلى المريخ، من المتوقع أن تحدث حالات وفاة لرواد الفضاء وسترتفع هذه الحالات، فرواد الفضاء المتجهون إلى الكوكب الأحمر سيقضون 7 أشهر على الأقل داخل كبسولة على مسار لم يسلكه البشر أبدا، وإذا نجوا من الرحلة إلى الكوكب الأحمر فسوف يتوجب عليهم تحمل البيئة القاسية لعالم المريخ. إذا مات أحد أفراد الطاقم قد يستغرق الأمر شهور أو سنوات قبل إعادة الجثة إلى الأرض، ما يثير سؤالا واحدا: ماذا يحدث لجثة الشخص الذي يموت في الفضاء؟ اقترح الخبراء عددا من الطرق للتخلص من الجثة، بما في ذلك إطلاقها في الفضاء المظلم أو دفن الشخص على سطح المريخ بشرط حرق البقايا أولا حتى لا تلوث سطح الكوكب الأحمر. هناك طريقة أكثر احتراما وهي للتخلص من الجثث، فبحسب الخبراء إذا مات أحد أفراد الطاقم أثناء القيام بالرحلة التي تزيد عن 170 مليون ميل إلى المريخ، فيمكن وضع جثته في مخزن بارد أو تجفيفه بالتجميد حتى تصل المركبة إلى الأرض. لماذا ورغم توقيتك للمنبه للاستيقاظ بساعة معينة إلا أنك في كثير من الأحيان لا تستطيع الاستيقاظ؟ الدراسات الحديثة لم تهمل هذا التساؤل وسعت للعثور على إجابة، فقد كشفت دراسة حديثة نشرها موقع RT أن استبدال نغمة المنبه الصباحية الأساسية بأغنيتك المفضلة يمكن أن يجعل من السهل التغلب على الخمول الصباحي وصعوبة الاستيقاظ. يقول باحثون من جامعة راميد في أستراليا أن استخدام المنبهات اللحنية، تلك التي يمكن أن تغني معها، يمكن أن يكون إجراء سهلا لتعزيز اليقظة العقلية خلال اليوم. أنشأ فريق البحث تطبيقا يسمح
للمشاركين بالاستيقاظ على أصوات التنبيه المختلفة على هواتفهم الذكية، ثم القيام على الفور بمهمة شبيهة باللعبة لتقييم يقظتهم. وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين كانت منبهاتهم عبارة عن لحون كانوا أسرع وأكثر دقة في اللعبة مقارنة بمن استيقظوا على أصوات التنبيه الكلاسيكية. ستيوارت ماكفارلين الذي قاد البحث قال إن التنبيه منخفض النبرة والملحن أو حتى الصوت البشري أكثر فعالية بكثير من الإنذارات التقليدية في مكافحة آثار قصور النوم، في حين أن سبب ذلك ما يزال غير واضح. يقترح الباحثون أنه قد يكون هناك نطاقات تردد في الأغاني تنشط مناطق معينة من الدماغ. اختارت مؤسسة الصحافة العالمية للصور 11 صورة وقصة مصورة عبر العالم في جوائزها لهذا العام. لجنة التحكيم حرصت على التنوع بين جل مناطق العالم، وأحدث المنطقة العربية كانت حاضرة فيها. في جولتنا المصورة لهذا اليوم اخترنا لكم جزءا من هذه الصور التي نشرها موقع دي دبليو. نتابع. العديد من رسومات الكاريكاتير كما نشرتها مواقع وصحف اليوم. نتابع. إذن بمجموعة الصور والرسوم الكاريكاتير هذه نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، نلقاكم على خير في حلقة قادمة. إلى اللقاء.